السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه اليوم من سكرتير التحرير وعرض لاهم وابرز الموضوعات التي تناولتها صحف اليوم المصريه والاجنبيه. الحديث حول مبادره مصر لوقف اطلاق النار حاز اهتمام الصحف المصريه والاجنبيه كل من وجهه نظره. فالصحف المصريه كتبت في سياق ان المبادره وافق عليها الجميع دون حماس، وهناك من زايد واتهم حماس انها تتاجر بدم الفلسطينيين، متناسيه ان من يواجه العدو الصهيوني هم فصائل مقاومه مختلفه ايديولوجيا لكنها متفقه على المقاومه وموقفها موحد تجاه المبادره. التي تحدثت صحف أجنبية أن إسرائيل ساهمت ودفعت في اتجاه تحقيقها. أيضا اهتمت الصحف المصرية بنتائج الثانوية العامة، وأخذت معظم الصحف تصريحات من أوائل الطلبة وغيرها من الموضوعات الهامة. نرحب معنا اليوم بالكاتبة الصحفية الأستاذة نادية أبو المجد. أهلا بك أستاذة نادية. أهلا بك. سلامت أستاذة نادية. من غزة أو الهجوم المتواصل على غزة، ونبدأها من هارتس الإسرائيلية التي كتبت من وراء الكواليس، من وراء الكواليس لوقف إطلاق النار الذي لم يدم طويلا. يعني التقرير دوت مهم ومبني على مسؤولين إسرائيليين بيتكلموا عن كواليس إزاي تم التوصل للاتفاق اللي هو أعلن عنه مساء يوم الاثنين. فبيتكلموا انه في الاول المصريين ما كانوش مهتمين اصلا ان هم يتدخلوا في الموضوع ولا يعملوا وقف اطلاق نار ولا اي حاجه، لكن بيقولوا انه الموقف ده تغير بعد كيري كان على اتصال دائم مع مصر ومع اسرائيل، وعرض ان هو يجي مصر ويروح اسرائيل علشان محاوله عمل وقف اطلاق النار. ففي الحاله في الاثنين رفضوا، مصر واسرائيل رفض، يعني ما كانوش مرحبين قوي بزياره كيري. بالنسبه لمصر هم كانوا عايزين انه يبدو انه السيسي وهو قادر ان هو يبدو وكانه هو اللي قادر ان هو يعني يتوصل لوقف اطلاق النار ويلعب دور اللي هو اللي كانت بتلعبه مصر تقليديا بخصوص غزه. اما بالنسبه للاسرائيليين فهم شافوا انه زيارته ليهم ستبدو وكانه ان هو بيضغط عليهم، وده هيصب في مصلحه حماس. لكن بيقولوا انه المفارقه انه الاثنين بناء على هذا الضغط الاثنين سرعوا فعلا ان هم يوصلوا للاتفاق اللي هو كان مبني على افكار من محمود عباس، حكايه اللي هو وقف الاعتداءات المتبادله وانه يناقشوا التفاصيل بعدين، وكان مبعوث من نتنياهو ومن وزاره الدفاع الاسرائيليه ومن الجانب المصري المخابرات الحربيه ووزاره الخارجيه. في غياب تام لحماس، وفعلا عشان كده حماس فوجئت بالاعلان المبادره وانها سمعت عنها من الاعلام، عشان كده حتى اسامه حمدان المتحدث باسم حماس في لبنان قال دي مبادره اعلاميه مش سياسيه، ورفضوها على الفور بعد لما سمعوها، لانه هي مش بتلبي اللي هم عايز مش بتلبي خالص مطالبهم ولا هم ده اللي هم يعني عايزينه. وبعدين لكن رحبت بيها السلطه الفلسطينيه. المهم انه في كان مسؤول اسرائيلي لما سال الجانب المصري اللي هم كانوا بيتفاوضوا مع بعض في غياب حماس، قال لهم تفتكروا حماس يعني هيكون رد فعلها ايه؟ فالمصريين الجانب المصري قال له لا لا لا، يعني حماس ما عندهاش اي اختيار غير انها هتوافق فورا عليه. فبيقولوا طبعا هو العكس تماما هو اللي حصل، وبيقولوا انه كده انه اسرائيل وافقت فورا على المبادره على اساس انها تدعم مصر، وشافت انه دي ورقه هتنفعهم بعد كده في المحافل الدوليه وتديهم شرعيه لو حبوا يوسعوا في العمليه العسكريه ضد غزه. وبيقولوا في الاخر احنا اكتشفنا ان احنا ابرمنا اتفاق مع نفسنا، وقف اطلاق النار ده كان مع نفسنا، احنا مع نفسنا، الاسرائيليين بيقولوا كده. نعم. الصحافه المصريه رات الامر بشكل اخر. الاهرام كتبت ان اسرائيل تقبل المبادرة المصرية للتهدئة وحماس تدرسها. أما اليوم السابع فتكتب بشكل صريح أن صواريخ حماس تعرقل المبادرة المصرية لوقف حرب إسرائيل على غزة. نتنياهو يتعهد بتوسيع العملية العسكرية، وكيري يصرح أن جهود مصر توفر فرصة لإنهاء العنف واستعادة الهدوء. إذن هناك تلميح أن حماس هي التي تعرقل وترفض، بل الوطن قالتها صراحة أن حماس ترفض المبادرة المصرية بأوامر من الإخوان والتنظيم الدولي والأتراك. طلبوا من مشعل إتاحة الفرصة لجمع التبرعات قبل وقف النار وحصيلة العدوان 192 شهيدا. طبعا الأرقام في ازدياد والأمر مبني على مصادر مجهلة، ودائما وأبدا الوطن تزج دائما في أي قضية بالتنظيم الدولي للإخوان، وكأن هناك
بالفعل هناك تنظيم دولي حقيقي موجود على الأرض، وكان كذب هذا بعض الخبراء الاستراتيجيين. روزالي يوسف زيادت أكثر بكثير عندما كتبت أن حماس تتاجر بالدم الفلسطيني، الحركة ترفض المبادرة المصرية استجابة للضغوط القطرية والتركية. وفي الصفحة الثالثة من نفس الجريدة، شكري في اجتماع وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي مسؤول عن الدماء التي تسيل في فلسطين. أما الوفد على الصفحة الأولى فتكتب أن مصر تسابق الزمن لحقن دماء الفلسطينيين، لقاء بين السيسي وأبو مازن خلال ساعات لتفعيل مبادرة القاهرة، إسرائيل تقبل التهدئة وارتباك في حماس والفصائل وقف القتال مقابل الحل الكامل. أما المصري اليوم على الصفحة الأولى، المبادرة المصرية تحت القصف، القسام ترفض وحماس تشترط إنهاء الحصار وإسرائيل تواصل العدوان. أما تايمز أوف إسرائيل فكتبت لا تصدقوا الضغيج المفتعل، حماس ليست متلهفة ولا يائسة لوقف إطلاق النار. بالطبع الصحافة المصرية وتركيزها على حماس فقط دون الحديث عن الفصائل الأخرى يعني يجعل أن الأخبار موجهة في اتجاه معين بعد أن تم شحن الأخبار أو شحن الناس بالأخبار السلبية عن حماس من اقتحام السجون وقتل الجنود الذي لم يثبت حتى هذه اللحظة، رغم أن هناك الجهاد الإسلامي، هناك فصائل الجبهة الشعبية، هناك فصائل أخرى ربما لا يتسع المجال لذكرها جميعا، لكنها الولايات صلاح الدين بالطبع والمقاومة الشعبية، كل هذه الفصائل متوحدة على رفض المبادرة ووضع شروط تم الإعلان عنها لقبول التهدئة مع إسرائيل. أستاذة نادية، تايمز أوف إسرائيل يتحدث بشكل واضح أن حماس ليست متلهفة ولا يائسة لوقف إطلاق النار. بالضبط، ده كمان تقرير يعني قبل ما ده نفس اليوم اللي صدر فيه وقف إطلاق النار، يعني قبل حتى حماس ما ترفضه، فده تحليل إنه حماس مش متلهفة ولا حاجة على وقف إطلاق النار، زي ما شفنا احنا المسؤولين المصريين اللي هم قالوا للإسرائيليين ما عندهمش أي، بيقول إنه لا تصدقوا يعني هذا الضجيج المفتعل، إنه حماس لا هي متلهفة ولا يائسة على انها تقبل وقف اطلاق النار. وبيقولوا كمان يعني في برضه مفاهيم مغلوطه اخرى، انه حماس ضعيفه وحماس معزوله وحماس على وشك الانهيار، بيقولوا ما تصدقوش ولا حاجه من الحاجات دي. كل ده الكلام ده مش حقيقي، بيقول صحيح انه حماس ده بناء يعني على خبراء عسكريين ولا بناء على يعني هو كاتب التقرير هو يعني صحفي اسرائيلي يعني متخصص في الشؤون الفلسطينية، وهو عنده كتاب أصلا عن مقتل ياسر عرفات يعني من أول الناس، فهو عنده اتصالات كويسة بكل الأطراف بالفلسطينيين وبالإسرائيليين، فهو كاتب، فده تحليله يعني بناء على معرفته من الدواخل دواخل الأمور. فبيقول أنه وكمان أي المعلومات كمان يعني بيقول حماس صحيح أنه هي ضربت حوالي 1000 صاروخ على إسرائيل، وإسرائيل دمرت لها 2000، فكده يعني معناها حماس خسرت 3000، بس بيقول أنه طبقا للمعلومات المخابراتية الإسرائيلية حماس عندهم بين 6000 ل7000 صاروخ على الأقل كمان، فهم يعني قادرين على ان هم يستمروا على الاقل عده اسابيع. وبيقول رغم انه يعني الصواريخ دي ما بتلحقش اضرار جسيمه باسرائيل زي مثلا لما اسرائيل بتضرب غزه، لكن المعنى الرمزي ده النصر الرمزي ان هم بيقدروا يضايقوهم او بيقدروا يبثوا عندهم الرعب، وان هم قادرين بدليل ان هم يعني مش هم اللي سعوا لوقف اطلاق النار ومش هم اللي قبلوه. فبيقول دي معلومات مغلوطه حتى عند الساسه الاسرائيليين اللي هم بناء عليها بيتعاملوا وكانه يعني خلاص وهي وبتخلص وبتقع. فبيقول ده مش حقيقي تماما، حماس مش هتوافق على وقف اطلاق النار غير لما توصل لشروطها، وهي تطالب بانجازات كبيره. فبيقول ايه هي الانجازات الكبيره اللي هم عايزينها؟ فبيقول حماس عايزه ضروري جدا الافراج عن الاسرى الفلسطينيين اللي هم كان تم الافراج عنهم في بسبب علاقتهم باختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت، وتم القبض عليهم تاني بعد لما اتخطفوا الثلاثة الإسرائيليين اللي هم قتلوا بعد ذلك، فهم عايزين يتم الإفراج عن دول. الحاجة التانية، حماس بتضغط بشدة أن يكون في وضع فتح دائم لمعبر رفح، مش وده تماما اللي ما كانش موجود في المبادرة المصرية، المبادرة المصرية اللي احنا اكتشفنا انها مبادرة مصرية اسرائيلية يعني مشتركة، كانت بتتكلم على المعابر من ناحية اسرائيل لكن ما بتتكلمش عن رفح. فهم عايزين يكون في حل دائم للموضوع
إغلاق معبر رفح، فبيقول من غير الحاجتين دول حماس مش هتوافق، وهي شايفة وحماس اللي هي كانت ممكن فقدت كتير من شعبيتها زادت قوة وزادت شعبية جدا هذه الأيام، ومش هتتنازل عن هذه الشعبية ولا على الإنجازات اللي هي حققتها، وبعد طبعا عدد القتلى الفلسطينيين اللي هو عدى 200 دلوقتي. لو ذهبنا إلى محور هام هو الثانوية العامة، الأهرام كتبت 409 ونصف أول علمي و409 رياضة و407 والبنات يكتسحن المراكز الأولى في الثانوية العامة. اليوم السابع تكتب للعام الثاني الرجال أوائل الثانوية العامة متفوقا 34 بينهم 34 ذكورا، والطلاب يكتسحون قوائم علمي ورياضة والمكفوفين ووزير التعليم 76.6% نسبة النجاح لطلاب النظام الحديث و82% للقديم. والخميس فتح باب التظلمات وتوقعات بانخفاض تنسيق كليات القمة. في اليوم السابع أيضا وزير التعليم يصرح بنفس النسبة 76.6 نسبة النجاح لطلاب النظام الحديث بالثانوية و82% للقديم. أبو النصر يقول منحنا أسماء الأوائل لإحدى الصحف وفقا لبنود عقد مبرم بيننا ولا صحة لأي تلاعب. ورئيس القطاع يقول الخميس فتح باب التظلمات و12 10.7% من الطلاب حصلوا على أكثر من 95% مقابل 13.7% العام الماضي وتوقعات بانخفاض تنسيق كليات القمة. الأخبار ترصد لحظات فرحة أوائل الثانوية بتفوقهم، ذكرنا على أضواء الشموع نتمنى مقابلة الرئيس السيسي 41.6% النجاح في الثانوية الأزهرية. الجمهورية ماراثون التنسيق يبدأ الأحد، المؤشرات الأولية 97% طب والصيدلة 92% والهندسة 95.5 والاقتصاد 95.5 والأوائل احتفلوا في السحور ورحلة أوروبا هدية للمتفوقين، وهذه رحلة اعتيادية تقوم بها الجمهورية لأوائل الطلبة. الوطن تكتب 76.6% نسبة النجاح بالثانوية والأوائل يكذبون الجزيرة احنا مش إخوان. يعني من أتوا بالأمس على الهاتف في برنامج مصر اليوم قالوا مصر أنهم الليلة. يعني مصر الليلة مش مصر اليوم، مصر الليلة تحدثت من بورسعيد إحدى الطالبات وقالت أنها كانت تنزل إلى المظاهرات، هذا ليس معناه أنها إخوان أو غير إخوان، ويعني الأمر في التكذيب. لا، وقالوا أن والديهم الاثنين معتقلين، وقالوا أن والدهم معتقلين بالفعل. لو ذهبنا إلى موضوع آخر وهو يخص رويترز، كتبت أن مصر عن مصر يعني رؤية السيسي تعتمد على الاقتصاد الحر مع مراعاة محدودي الدخل، نتمنى هذا. المصري اليوم تكتب ارتفاع الأسعار يصل أتوبيسات الغلابة، زيادة تذاكر شرق وغرب الدلتا والصعيد، ورئيس القابضة للنقل البري نلعب دورا وطنيا. التحرير في الصفحة الأولى انفراد خريطة مرتبات قضاة مصر، مرتبات وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه الأول غير معلومة، رئيس إحدى محاكم الاستئناف داخل أي عضو بمجلس القضاء الأعلى لا يقل عن 70,000 جنيه شهريا، معاون النيابة يتقاضى 8,000 جنيه شهريا، ورئيس محكمة الاستئناف يحصل على 18,500 جنيه، ورئيس النقد 20,000 جنيه. طبعا ده ردا على ما نشره مستشار قضاء من أجل الدولة وقلنا في البرنامج بالأرقام، لكن الحديث أولا عن هذه الأرقام يتعلق هل هذا هو الرقم الأساسي أم الرقم الإجمالي، أين أرقام البدلات التي يحصل عليها القضاء، هذا لم تذكره التحرير. التحرير تكتب أيضا علاج فيروس سي في أيدي المرضى سبتمبر المقبل، يا كريم يا رب يكون حقيقي وصحيح. الوفد تكتب التموين يعترف بعيوب منظمة دعم الخبز وتحرير قضايا استيلاء على أموال الدولة بعمليات بيع وهمية. لو سريعا تحدثنا عن رويترز أستاذة نادية، يعني هو تقرير مختصر جدا بيقول حاجة متهيألي ان احنا كلنا عارفينها دلوقتي وحتى من قبل ما السيسي يجي من خلال تسريباته، انه السيسي مع الاقتصاد الحر، فكرة مع مراعاة محدودي الدخل، ده بناء على اللي قاله المتحدث الرئاسي، بس ما فيش اي تفاصيل عن كيف تتم مراعاة محدودي الدخل. واحنا طبعا شايفين يعني في ظل رفع الدعم وكده احنا شفنا انه اكتر ناس اتأثرت هم محدودي الدخل، فده يعني كلمة كده قالوها بس ما فيش اي تفصيلات ازاي فعلا ستتم مراعاة محدودي الدخل، وان هو فكرة ان هو بيقول عايزين يعني نحاول الاقتصاد يعتمد على المصادر الداخلية بدل ما الاعتماد على المساعدات اللي احنا عارفين طبعا انها يعني مش طبيعي. نعم. مش هتستمر كمان. نعم. الأهرام على الصفحة الأولى تنقل عن عمرو موسى قوله لم أحسم قرار ترشحي للبرلمان والتحالف الجديد يسير بخطى ثابتة. اليوم السابع مدفع معركة الانتخابات البرلمانية،
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل العليا لانتخابات مجلس النواب، واللجنة تجتمع الأسبوع المقبل لدعوة الناخبين للاقتراع خلال شهرين نوفمبر وديسمبر، ومصادر قضائية للانتخابات على 3 مراحل. روزا اليوسف تتحدث عن تحالف موسى: نرفض العزل السياسي لمن لم يدان بحكم قضائي. اليوم السابع تكتب أن البورصة تربح 3.7 مليار جنيه بعد نجاح اجتماع السيسي مع رجال الأعمال. اليوم السابع أيضا تنقل أن رجال الأعمال مأدبة إفطار السيسي: الرئيس طمأننا على القطاع الخاص والمستثمرين. وأبو هشيمة يقول: أرفض كلمة تبرع لصندوق تحيا مصر وأفضل مساهمة. وهذا قاله أيضا محمد الأمين، لكن في جريدة الوطن يبدو أن كل رجل أعمال يتحدث في جريدته. في اليوم السابع وزير الدفاع يصرح أن الجيش هو العمود الفقري للدولة المصرية، ومصر بدأت التعافي واستعادت مكانتها. الوطن الطب الشرعي يصرح: قتيل قسم المطرية تعرض للركل بالقدم والبوكس. وفي الوطن أيضا اليوم السابع تتهم المصري اليوم بشراء زيارات وهمية لموقعها، والخناقة حرة والميت ترافيك. أما عن أخبار المواقع، بوابة الشروق بتنقل عن فريد خميس رجل الأعمال: على كل مستثمر أن يدفع مقدمة لتمويل المشروعات التي يختارها ويسدد الباقي مع التنفيذ لجنة لجنة تحيا مصر تجتمع خلال أسبوع لتحديد استراتيجية الإدارة. في خبر آخر، تضامن العفو الدولية: استئناف العباسية تنظر تجديد حبس الطالب محمود محمد. في مقال فهم هويدي اللوكيديون العرب كتب: من الغرائب التي اكتشفناها في الأسبوع الأخير أننا وجدنا أناسا في مصر وبعض الأقطار العربية أصبحوا يكرهون حماس بأكثر مما يكرهون إسرائيل، وأن رصيد مصر إزاء القضية الفلسطينية الذي راكمته طوال 60 عاما الماضية نفد تقريبا، حتى اختزل في الموقف المصري إزاء معبر رفح. أما أم الغرائب فهي تلك التي عبرت عنها بعض التعليقات التي انطلقت من أن مصر وإسرائيل أصبحتا إيد واحدة في مواجهة حماس. الخطأ الجسيم الذي وقع فيه كثيرون تمثل في الخلط بين حماس والإخوان وغزة والقضية الفلسطينية واعتبار كل ذلك شيئا واحدا، ومن ثم إسقاط العداء لحماس ومخاصمة الإخوان على غزة وعلى القضية. وكان ذلك الخطأ وراء الموقف المفجع والكارثي الذي عبر عنه البعض في كراهيتهم لحماس إلى حد الذي دفعهم إلى تبني الموقف المشين المتمثل في موالاة الإسرائيليين. فتقرير أول لجنة شكلت لتقصي حقائق أحداث الثورة في عام 2011 والتي رأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار عادل القدري لم يشر إلى أي دور لحماس في أحداث تلك المرحلة، وهو التقدير الذي دفن وأعيدت صياغة أحداثه بواسطة الأجهزة الأمنية بحيث أقحمت حماس فيها لتبرئة الشرطة التي أدانها التقرير الأصلي صراحة. طبعا كان هذا هو جزء من مقال الكاتب الكبير الأستاذ فهمي هويدي. وصلنا بهذا الأمر لنهاية هذه الحلقة، نشكر باسمكم جميعا الكاتبة الصحفية الأستاذة نادية أبو المجد، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، لكم كل التحية وإلى اللقاء. كويس احنا حضرتك.